هلا في التفنيد، إذا هناك حكينا كيفية كتابة صيغة للمعقدات، الآن كيف تتم تسمية المعقدات؟ وهنا بدنا ننتبه. قال لك when writing the names، لما بدك تيجي تكتب الاسم لأي coordination complex برضو مرة تانية بنرد نيجي the cation always comes before the anion، دائما بتكتب الكاتيون قبل الأنيون. إذا كان في عندك كاتيون وأنيون بنكتب الكاتيون في البداية وبعدين بنحط الأنيون. أوكي، إذا هاي الرقم واحد، إذا كان في عندك كاتيون وأنيون باجي بحط الكاتيون في البداية، طبعا اسم الكاتيون في البداية بعدين اسم الأنيون. طيب خلصنا من هاي. الثاني the ligands are listed alphabetically، برضو الليجندات لما بدي أجي أسميهم ما باجي بسمي عشوائي، باجي باخذ ليجند ليجند بسميه عن طريق اسمه alphabetically by name not abbreviation or prefix. ما نستخدمش اختصارات ولا بنستخدم prefixes، يعني انت ما بتاخذ الابريفيشن، ما بتاخذ abbreviation ولا البريفكس، بتاخذ الاسم. يعني احيانا ممكن تستخدم مثلا داي كلورايد او داي كلورو، ما بنحكي عن الداي، بنحكي الكلور هي الليجند. and come before the metal، انتبهوا الليجندات بتسموا في البدايه قبل الفلز. بعيد، بنسمي الليجندات الفابيتيكالي قبل اسم الفلز، يعني الفلز بيجي اسمه اخر شيء ضمن الكومبلكس. ايوه، هلا ممكن يكون عندك عدد من الليجندات، عشان هيك بقول لك the number of simple ligands is given by simple prefix اللي هو ما قبل، below اللي هم هدول. for complex ligands the complex prefix is used. يعني هلا افرض انه في عندك اكثر من اكثر من ليجند، في عندي اثنين منه، ايش بستخدم simple prefix؟ بستخدم die. هذا اذا كان عندك الليجند بسيط، اذا كان الليجند شوي من الليجندات المعقدات الكبار بنستخدم بدل داي بنستخدم بيس. ثلاثه، اذا كان عندي ثلاث ليجندات بستخدم، اذا كان سمبل في كلورايد مثلا ميه امين بستخدم تراي، اذا كان معقد بدل تراي بستخدم تريس. انتبهوا. اربعه بستخدم تترا، مثلا عندي اربع مجموعات امين بحكي تترا امين، إذا كان إشي معقد بحكي تترا كيف. خمسة بنتا، بنتا كيف، وهكذا بتضلك ماشي هيكسا هبتا أوكتا نونا ديكا. فأنت بتستخدم إذا كان عندك ليجند بسيط بنستخدم داي تراي، إذا كان معقد بس تريس تترا كيف، وهكذا. طبعا رح نعطي عليهم أمثلة لكن الآن بس حاب أحكي القواعد كلياتهم. هاي الرقم ثلاثة. رقم أربعة، احيانا بيكون عندك الانايون مش نيوترال، ممكن يكون عندك انايونيك ليجند. في الانايونيك ليجند ايش بنيجي بنعمل في حاله الانايونيك ليجند؟ قال لك بنستخدم او اف suffix. suffix يعني بتيجي في نهايه الكلمه، يعني مثلا عندك على سبيل المثال عندك ليجند زي الكلورايد، الكلورايد بنعرف احنا دائما مشحون بشحن سالبي، فهذا يعتبر انايونيك ليجند. المي بنعتبرها نيوترال ليجند، الامين نيوترال ليجند. فلما يكون عندك كلورايد ما بنسمي كلورايد، لما يكون عندك مشحون بشحن سالب بدل كلورايد شو بنحط؟ بنستخدم او في النهايه، عشان هيك قال لك بنستخدم او suffix، يعني بتاخذ زي الاسم بس بتحط له في النهايه او. فبدل كلورايد مثلا بنستخدم كلورو. اوكي، اذا بنحط له او، كل شيء مشحون بشحن سالب بنحط له في النهايه او كليجند. النيوترال ليجند كيب ذير نورمال نيم، الليجندات العاديات بضل اسم عادي، بس مع الاخذ بعين الاعتبار انه قلنا في بعض الاشياء مسمية اسماء خاصه زي المي ما بنحكي ووتر، بنحكي عنها ايش؟ اكوا. الان اتش 3 بنحكي عنها امين بالدبل ام، اذا متذكرين المحاضره اللي فاتت، وهكذا. اذا النيوترال ليجند بيسمى كما هو، اللي المشعوب يعني سالب بنحكي عنه بنعطيه suffix او، وهكذا. There are two ways to deal with charge when naming complexes. هلا لما بدك تيجي تسمي المركبات، المعدن بده يكون عليه المعقد بده يكون شحن. فالان في عندنا طريقتين نستخدم هاي الشحن. شو الطريقه الاولى؟ بنسميها الستوك سيستم. الستوك سيستم هاي بنستخدم فيها، بقول لك انه the formal oxidation state of the metal is given by Roman numerals. يعني في الستوك سيستم دائما لما تيجي تحط اسم المعدن بتحط بين قوسين اللي هما الفورمال اوكسيديشن ستيت للمعدن، وهذا بنعطيك رومان نيوميرالز بنحطه في بارانثيسيس، يعني في اقواس صغيره. افتر ذا ميتال نيم تيجي دائما بعد الاسم. حكى لك هاي هي المور كومن يوز بس سام تايمز بروبلماتيك، يعني
الاكثر شيوعا هاي، لكنها احيانا بقول لك بتعمل مشاكل. الطريقه الثانيه اللي هي الاوينج بافيت سيستم، اللي بيستخدموا فيها التشارج اوف كومبلكس اف جيفن باي ريجولار نمبرز ان بارنتيسيس، يعني ممكن تحط بين الاقواس بدل حاله التاكسد المعدن بتحط شحنه الايون كومبلكس بعد اسم الفلز، وهي هي الليس كومون بات اولويز كوركت، لكنها دائما صحيحه. اذا هاي المور كومون لكن سم تايمز تعمل مشاكل، هاي هي الليس كومون لكنها دائما تكون صحيحه. طيب رقم 6، ميتالز ان كومبلكس كاتايونز، الفلزات اللي بيكونوا في الكومبلكس كاتايون كيب ذير نورمال نيم، يعني معقد مشحون الكومبلكس ايون عليه شحنه موجبه، المعدن بيكون ماخذ اسمه عادي. لكن اذا كان الكومبلكس ايون مشحون بشحنه سالبه اللي بنسميه احنا ميتالز ان كومبلكس انايونز، بياخذ سفكس 8، يعني بيجي في نهايته بدل مثلا بلاتينم بصير بلاتينيت، نعطيه سفكس. دائما لحظه لما تحط الايت او تحط الاو بتضطر تشيل اخر الاسم، فبلاتينم 8 كوبالتيت، اوكي وهكذا. except for the following metals which use their Latin names، الا اذا كان عندك واحد من هذول الفلزات بتستخدم اللاتين نيم تبعهم، يعني الارم مستخدم له فريت بدل اي جي ارجنتي ار جنتيت، اوكي اذا الايرون فريت، الاي جي ارجنيت، الليد بلامبيت، تن ستنيت، ايو ايوريت، وهكذا. هذول لازم تحفظوهم الخمس فلزات لانه لهم اسماء خاصه في اللاتين نيمز تبعهم. طيب احيانا بالايزومر عشان تميز الجيومتريك ارينجمنت الليجند، لانه لاحظوا هنا مثلا الليجندات ال ال ترتيبهم بيختلف عن هذول، بيختلف هذول الثلاثه بيختلفوا عن هذول الثلاثه، فقل لك في هون لازم نستخدم بريفكس قبل الاسم. هاي البريفكس بتستخدمها قبل الاسم عشان تعرف الترتيب المناسب للليجندات، زي هون مثلا هذول الاثنين جايات فيس، فهي لازم تيجي قبل الاسم، هذول الاثنين جايين ترانف تيجي قبل الاسم، هذول الثلاث جايين على الوجه عشان هيك بنسميهم فيشيال، هذول الثلاث جايين هيك عشان هيك بنسميهم ميريديونال، وهكذا. اذا لازم تستخدم هذا البريفكس. 8 ليجند ذات بريدج تو مور تو اور مور ميتالز جيت ا بريفكس ميو ان. هلا ممكن الليجندات تكون عامله كجسر ما بين الفلزات، كيف بنميزهم هذول عن غيرهم؟ قال لك بنستخدم الرمز ميو وبنحط له اف سوبر سكريبت، بنحط له العدد ان، يعني قديش الفلف اللي بيعمل جسر بيناتهم، لو كان فلفين بنستخدم اثنين، ثلاثه بنستخدم ثلاثه، اربعه وهكذا. فبقول لك وير ان از ذا نمبر اوف ميتالز ابريجد. 9 ماني ليجندز هاف كومونلي used names that differ from the IUPAC name leading to more confusion. هاي النقطة برضو مهمة، بقول لك أحيانا في الكثير من الليجندات لهم common name مختلف عن الأيوبك، وهذا أحيانا بيعمل شوية مشاكل. خذوا بعض الأمثلة، مثلا الأو ناقص 2 الكومن نيم تبعها نستخدمها أوكسو، طبعا في الأيوباك نيم هي أوكسايدو كثير، ليش؟ لأن هي أوكسايد، فإذا بدك تحطها أي أيوباك نيم بدك تحط لها أو. طيب البي آر 3 طبعا هاي تراي فين، مثلا تراي الكيل فوسفين، هاي طلع شفت فين فوسفين لاي باك نيم تبعها، ففي عندك شويه اشكاليات. ان ار 2 ناقص هاي امايدو، في الاي باك افينايدو، الان ار ناقص 2 هاي ايمايدو، في الاي باك لاحظوا تختلف، الاف في ان ناقص ثيوفينيتو، في الاي باك ثيوفينيتو ايش بنحط لها؟ اف، يعني كانك بتقولها انها مرتبطه من خلال السلفرياتها. ان في اف يعني هو مرتبطه من خلال ان، هاي بنسميها يعني حسب الكومن نيم ايفوثيوفيانو. هون لاحظوا شو بفهم ثيوفينيتو ان، اذا لاحظوا هنا ثيوفيانو ثيوفينيتو اف، هاي ايفوثيوفيانو ثيوفينيتو ان، يعني لاحظوا نفس الاسم لكن هون بس حددت لك الذره المرتبطه وهكذا. احيانا هذا بيعمل كونفيوجن، لكن ايش بالتسميات ان شاء الله مع التدريب بتصير عندكم الامور طيبه. خلينا ناخذ هذول الامثله ونحاول نشوف كيف ممكن انه نجاوب. خذوا هذا المركب اللي هو اول مركب شفناه، تيتانيوم حواليه
اربع مجموعات من ان مثل 2 ان مثل 2 ان مثل 2. بس بدي ارجعكم شوي لورا نورجيكم اللي هي ال ان الكيل 2 اللي هي الامايدو والافينايدو. طيب خلينا نشوف اذا معناته هذول الاسم هذا الكومون وهذا الايوباك. طيب لما بدي اجي افهمي اذا اول شيء شو صيغته الكيميائيه؟ تيتانيوم اربع مجموعات من هذول. فعشان هيك اكم كنا دائما بنسمي في البدايه الليجندات، فباجي على هذا الليجند بقول شو اسمه هذا؟ في عندي نوع واحد من الليجندات، الحمد لله هيك ارتحنا، ما فيش داعي انه بقعد ارتب الفابيتيكال لانه عندي نوع واحد. بس بدنا ننتبه كم واحد منهم؟ عندي اربعه، فعشان هيك لاحظوا هذا مش بسيط الليجند. عشان هيك شو راح اضطر استخدم؟ تترا كيف، ونفتح قوس بسيط. هلا شو هو هذا؟ هذا فعليا هو عباره عن داي مثل افينايدو اللي هو الليجند اللي استخدمه الايوباك. اذا داي مثل افينايدو بفكر القوس هيك. هلا عرفت انا في عندي كانك بتحكي اربع مجموعات من هذا الليجند. هلا بيجي ايش في مين؟ المعدن. ايش المعدن هذا؟ تيتانيوم. وبفتح قوس وبحط صفر. ليش حطيت صفر هون؟ هاي الطريقه اللي بنستخدم فيها الاوينج بافيت سيستم. يعني لو استخدمت الاوينج بافيت سيستم بحط شحنة المعقد هذا المركب كلياته شو الشحنة عليه؟ صفر. عشان هيك حطيت بين قوسين صفر. هلا إذا بدي أستخدم الستوك سيستم باجي بحط عندك باجي بحكي نفس الاسم لاحظوا تترا كيف داي مثل افينايدو تيتانيوم بفتح قوس بحط أربعة اللي هي حالة التأكسد للتيتانيوم. بيجي واحد بيقول لي كيف عرفت إنها أربعة؟ لأنه هذا عليه شحنة سالبي شحنة سالبي شحنة سالبي شحنة سالبي فإجا صار أربعة. طيب بقول لك هنا you will see amido much more often than affinido to describe in R3. وهنا هذا الحكي اللي حكيناه احيانا كثير. هنا احنا استخدمنا الايوباك نيم. في ناس كثير بتلاحظ انه هذا الاسم يمكن ما بيستخدموش بكثره، بدل ما يستخدموا هذا بيستخدموا احيانا اللي هو الكومون نيم تبعه اللي هو الافينايدو. يعني داي مثل عفوا امايدو، داي مثل امايدو بدل الافينايدو. اوكي فهي بقول لك هنا الكومبلكس طبعا هنا شحنته صفر هنا حطها بدلاله ايش الاكسديشن تبعت المعدن. خلينا ناخذ هذا المثال. الان في عندي اكثر من نوع من الليجندات. قال لك اول شيء صيغه المركب خلينا نحطها كوبالت ان اتش 3 فوري كلياتهم نفس النوع كوبالت ان اتش 3 كل 6 وعليه شحنه موجب 3. خلينا نسمي اول شيء هذا الليجندات من نوع واحد وعندي 6 منهم، معناته هذا بده يكون عندك هيكسا. هاي في البدايه حطينا هيكسا، هي وقفنا هون. بعدين في عندك هنا امين وما تنفوش الدبل ام، يعني كانه بيقول لك عندك 6 مجموعات من ال ان اتش 3. بعدين بيجي اسم المعدن كوبالت وبفتح قوس وبحط فائد 3. هاي على طريق مين؟ الاوينج بافيت سيستم. او بفتح قوس بحط 3 بالارقام الرومانيه اللي هي هاي الستوك سيستم. اوكي هلا خذوا هذا المركب. هذا المركب بدنا ننتبه كل هذا ممكن يكون عندك انت اول ما تجي تطلع بيقول لك كيف بتعرف؟ بتقول له هذول الثنتين ايش فيها؟ ممكن يكونوا جنب بعض ممكن يكونوا تتنافس لبعض. وبالتالي بما انهم جنب بعض لازم اول شيء تحدد تقول لي هذا هو عباره عن سيف بعدين بيجي بلاتين بعدين تنتين امونيا بعدين تنتين في ال. لاحظوا ليش بنحطهم بالترتيب على اساس انه ما تلخبطش وانت تكتب الاسم. اوكي هلا حطينا سيف شحطه كم امين عندي؟ لانه هي لازم تتسمى في البدايه لانه ايش هذول؟ امين اي بتبلش في هون كلور بتبلش بالفي. اذا اول شيء بيجي الامين. كم وحده عندي منهم؟ تنتين. سمبل ليجن معناته بستخدم داي عشان نحكي انه في عندي تنتين امين وامين بدبل ام عشان امونيا وخلصنا هيك. هلا في عندي كلور باجي بحكي داي كلورو لانه ايش كلور؟ ليش حطيت او سفكس؟ بتقول لي منيح من الشحنه السالبه. فبصير في عندك هون داي امين داي كلورو. هلا ايش بيجي اسم الفلف؟ بلاتينم. ايش الشحنه كل المركب؟ صفر. فممكن تحطها انت او تخليها بهذا الشكل او ممكن تفهمي بالشكل التالي سيف. لاحظوا نفس الاسم ما تغيرش لكن بين قوسين هون شو لازم احط؟ اثنين اللي هي حاله التاكسد اللي بلاتين. بيجي واحد بيقول لي طب كيف عرفتها؟ بنقول بسيطه
هذا لا يحمل شحنة، هذا لا يحمل شحنة، هذا يحمل شحنة سالبة، هذا يحمل شحنة سالبة، والمركب كلياته شحنته ايش؟ متعادلة. إذا بالتالي لازم يكون حالة البلاتين هي 2. فهون بيجي بيقول لك because the entire geometry is defined by a single fifth prefix, a second one is not needed. يعني ما فيش داعي، خلص ما فيش داعي تحط مثلا fifth diamine fifth dichloro، خلص، مو لانه الصيغه ما دام هذول اثنين اجوا fifth اوتوماتيك هذول اثنين شو لازم يجوا fifth، يعني ما فيش فيهم خلاف انه يمكن يكونوا معك مشكله، فبالتالي بتستخدم فقط fifth اول مره في البدايه. خلينا نسمي هذا المركب، تيجي تقول لي ايه هذول المركبين مع بعض، بنقول لك مع نفس الشيء. نيجي نطلع وين البوزيتيف، طبعا قلنا دائما يكتب في البدايه بلاتين عليه اربع امين، هي تكتبنا، بعدين بنيجي على النيجاتيف، طبعا هذا بده يكون يحمل موجب اثنين، كيف عرفت موجب اثنين؟ تقول لي هذا صفر، هذا صفر، هذا صفر، هذا صفر، وهذا البلاتين طبعا معروف في السكوير بلانر، وهذا راح نحكيها لاحقا لما نحكي على الجيومتري، بيكون موجب اثنين. هون بلاتين في ال في ال في ال برضه موجب اثنين، لكن اربعه في ال بيكون في عندك هون ناقص اثنين، هذا بيكون سالب اثنين. على كل حال خلينا نسميه هذا في البدايه. هلا باجي بسمي اول شيء هذا المعقد، اول شيء بلاجي ابلش بالليجندات، في عندي كم امين؟ اربعه، اذا تترا مين حياتهم؟ تترا امين، بعدين بلاتينم، هي خلصنا من المعقد الاول. هلا باجي للمعقد الثاني، تترا كلورو، الاو قلنا لانه يحمل شحنه سالبه، انتبهوا هون شو حطينا، انتبهوا لهي كثير مهمه، هون حطينا بلاتينم. ليش حطينا بلاتينم هون؟ لانه هذا المعقد يحمل شحنه موجبه، اذا قلنا لما يكون الايون كومبلكس يحمل شحنه موجبه البلاتينم باخذ نفس اسمه. طيب هذا بما انه يحمل شحنه موجبه هذا يحمل ايش؟ شحنه سالبه، اذا شو بدل البلاتينم نكتب؟ بلاتينيت، بنحط له 8 لانه الايونيك كومبلكس هذا يحمل نيجاتيف تشارج. طيب طب هلا نحدد، اذا هيك حطينا، طبعا لاحظوا بيجي واحد بيقول ليش ما حطيناش الصفر هنا وهنا؟ ما حطيناش ولا اي شيء، تقول لانه المعقد هنا كلياته ايش يحمل؟ ايش؟ ايش؟ زيرو تشارج. طيب هلا على الستوك سيستم بدك تحدد حالتك في ظل الفيليب بين قوسين، فلاحظوا نفس الاشي ما تغير، بلاتينم حطينا اثنين، تتركلور بلاتينات حطينا اثنين، يعني لاحظوا نفس التسميه لكن فقط هنا التشارج تبعت الكومبلكس اما زي اللي هي في الايوينج باسيت سيستم او الستوك سيستم، بنحط حاله التاكسد للفلف. طيب خلينا ناخذ مثلا امثله اخرى، خذوا البلاتين هنا، هلا البلاتين هنا عليه اكثر من ليجند، عليه ميه تنتين واربعه كلورايد، هلا بدك تيجي تسمي قلنا الفابيتيكالي. اول شيء نكتب الصيغه، مين كنا في البدايه؟ نكتب المعدن، بعدين بالترتيب اوكس اكوا اي ولا كلور؟ لا بتيجي الاكوا، معناته بيجي المي في البدايه، بعدين بيجي الكلور، تنتين مي واربعه. طيب هون المي في لها ترتيب معين، كل المي جايه ترانس، معناته ترانس الصيغه. الان نسمي بالتسميه، باجي بقول ترانس، مين بده يجي في البدايه؟ لاحظوا ترانس داي اكوا، انتبهوا دي ترانس ارتبطت في مين؟ بالداي اكوا، يعني كانه بقول لك انه عندك جزيئتين مي مرتبطات بالمعده والتنتين مالهم ترانس لبعضهم البعض، ترانس شحطه داي اكوا. هلا باجي للليجند الثاني، تترا كلورو، بعدين نيجي هون بلاتينم، لانه المعقد يحمل هنا متعادل، بلاتينم باخذ الاسم العادي، في داعي احط صفر؟ لا. ليش؟ تقول لي لانه لا يحمل شحن المركب. طيب او باجي بسميه على الستوك سيستم، ترانس داي اكوا تترا كلورو بلاتينم، قديش حالة التأكسد له؟ بتقول لي واحدة تنتين ثلاثة أربعة، هدول ثوالب، هاي متعادلة هاي متعادلة والمركب كله متعادل، إذا البلاتين رباعي التأكسد. خذوا هذا المركب كبر عليه إن في مثل، إن في مثل، طبعا هاي بتعرفوها اللي هي مثل فيانايد، مثل فيانايد اللي هي الأشتونايتراي جروب. هلا لما بدك تيجي طبعا هذا اللي هو يحمل الشحنة الموجبة وهذا يحمل شحنة سالبة اللي هو البي اف 4 ناقص، يعني هذا زي ال ان اي في ال، قلنا هذا الموجب وهذا السالب، هذا ملح يعني كومبلكس على سولت، بوزيتيف ونيجاتيف.
هلا لما بدي اجي اسمي، كنا دائما بنسمي الكاتايون في البدايه، فبدي اجي هون اسمي اللي احط الصيغه، بنحكي كبر اربع مجموعات اسيتون نيترايد، هذول بنحط سكوير براكت عليهم، وبرضه بنحط براكت ثاني على البي اف 4 اللي هو يحمل الشحن السالبي. هلا بدي اجي اسمي، باجي على الليجند، شوفي عندي في عندي اسيتون نيترايد وفيه شويه تعقيد، فايش باجي بحكي تترا كيف اسيتون نيترايد استخدمنا هنا، لاحظوا كومون. هلا الكبر باخذ اسمه كامل لانه هذا موجب، بنصير في عندك كبر، ما حطيت الشحنه هون، انتبهوا انتبهوا هون لهذا المعقد، تترا فلورو بوريت، تترا فلورو بوريت. اذا البورون اخذ 8. هلا لما بدي اجي افهم على الستوك سيستم، تترا كيف افتو نيترايد كبر، شو حطيت له؟ بلس 1 اللي هي حاله التاكسد له، تترا فلورو بوريت. اوكي طيب، بيجي واحد بيقول لي طبعا ليش ما حطيناش للبوريت؟ بتقول لي لان التترا فلورو بوريت ما فيش مجال الا انه يكون عنده نيجاتيف 1، لانه البورون ايش بده ياخذ مع مع الفلورايد، طبعا بده يكون ايش بالبلس 3 المجموعه الثالثه. طيب اوكي، خذوا هذا المركب، روديوم عليه هيدروجيني تنتين، عليه كلورايد، عليه ترايفينيل فوسفين، ترايفينيل فوسفين، ترايفينيل، عنده ثلاث انواع. بتقول لي اول شيء خلينا نكتب الصيغه، الروديوم بده يجي بالاول. هلا الهيدروجينات لما يرتبطوا مع الفلز، وهي قاعده دائما بتكون، مش بتكون دائما بنسميها هايدرايد. فعندك هنا اتش، في عندك في، وفي عندي هنا لاحظوا تراي فينيل، قلنا ما ندورش على البريفكس، بندور على الاسم، هذا اسمه فوسفين او، طبعا هنا فوسفين، انتبهوا طبعا احنا حكينا الاسم تبعه، فبصير في عندك فوسفين او فوسفين على حسب الايوبك ولا الكومون. اوكي الايوبك او الكومون، فاحنا مش راح تفرق معانا، ممكن نسميه بالطريقتين. خلينا الان اذا فوسفين بده يجي، معناته ترتيبهم بده يكون عندك في البدايه الكلور، بعدين الاتش، بعدين البي. عشان هيك لما بدك تيجي تكتب الان، اكتب صيغه المركب، بتقول لي بدك تكتب روديوم، بعدين بده يجي عندك السي ال، بعدين الهيدروجينتين، بعدين الثلاث مجموعات. بس هون بدنا ننتبه لشغله، في عندي مشكله في هذا المركب، بتقول لي في عندي اكثر من مجموعه مرتبين بشكل مختلف، يعني الهيدروجينات جايات ليش لبعض؟ سيس، فمعناته هون لازم يكون عندك سيس، وفي عندي هدول الثلاث مجموعات جايات برضو على وجه، فلازم يجي لهم فيشيال. فطبعا هاي رح تتعلموها انتم لاحقا، بس انا بقول لكم انه كيف مع التشويه، فعن تشميه شوي. فالان هو عندك عباره سيس، وفي عندك فيشيال. في واحد بيقول لي ايش، طب كيف بدي اعرف؟ بتقول لانه الثنتين هيدروجينات، هذول لازم نحددهم سيس ولا ترانس، وهذول الثلاثه لازم نحددهم هم فيشيال ولا ميريديونال. الكلورايد مش راح تفرق عنا كثير، عشان هيك حطينا سيس. ليش حطيت السيس في البدايه؟ لانه الهيدروجينتين هم اللي راح يتسموا ايش عندنا في البدايه. طيب فيشيال لو من الفوسفين، هلا بدي اجي احكي بنفس المي، هيك كتبنا صيغه المركب سيس فيشيال. مين اول شيء بدي احكي؟ كم كلورايد عندي؟ وحده، وبما انها تحمل شحن سالبي اذا بدها تكون كلورو، هي عشان هيك هالك سيس فيشيال كلورو. كم هيدروجين عندي؟ تنتين، والهيدروجين لاحظوا يحمل شحن سالبي لانه هيدرايد، فما بنحكي عنه هيدرايد، شو بنحكي عنه؟ انتبهوا هي داي هيدرايدو، داي هيدرايدو. طيب تريس شو بده يكون عندك هنا؟ نفتح قوف تريس، طبعا لانه معقد هذا اللي قلت، تراي فينيل فوسفين اذا بدي استخدم الايوباك، او بستخدم تراي فينيل فوسفين اذا بدي استخدم الكومون نيم. فهون استخدمنا الايوباك فوسفين، بعدين بنحط روديوم، ما فيش داعي نحط هنا شحنه، ليش؟ لانه المعقد كلياته يحمل شحنه سالبي. طيب هلا اذا بدي استخدم الستوك سيستم، بتقول لي نفس الاسم بده يطلع معي، بس عند الروديوم هون بدي احط قوسين واحط الثلاث شحنات اللي هم تبعون حاله التاكسد في الستوك. كيف عرفت انها ثلاثيه؟ بتقول لي هذا متعادل، هذا متعادل، هذا متعادل، هذا بيحمل شحنه سالبي، وهذا بيحمل شحنه سالبي، وهذا بيحمل
شحنه سالبه. طيب اذا بدي استخدم نفس السيستم تبع الكومبلكس هنا، هذا نفس السيستم، لكن بس ايش استخدمنا هنا؟ الكومون نيم بدل الايوباك نيم للترايفينيل فوسفين. خلينا نشوف هذا المعقد. احيانا بيطلع معك كنا بريدج ليجند، زي هذا المركب كوبالت عليه اربع مجموعات امين، هنا كوبالت عليه اربع مجموعات امين، والكوبالت هاي والكوبالت هاي مربوطين مع بعض من خلال جسر، هنا NH2 وهنا OH. ونجيبه هنا لما بنيجي نسمي. الان لما بدك تيجي تسمي، خلينا نكتب صيغه المركب. صيغه المركب ان عندك هنا اربع مجموعات امين هياتهم، بعدين في عندي كوبالت، بعدين في عندي مجموعتين جفريات، وقلنا في المجموعات الجفريه شو لازم نستخدم؟ نستخدم اللفظ ميو، فحطينا ميو 2 ان اتش 2، وفي عندك فكرنا قوف، بعدين في عندي ميو 2 او اتش، فكرنا قوف، بعدين بتجيني الكوبالت، بعدين في عندي اربع امين ثانيات، وكل هذول شو يحملوا؟ شحنه بلس 4. طيب ممتع، فلا بدي اجي افهمي. طبعا هون راح نسمي على الايوباك، ممكن تسمي على للعلم يعني، ممكن نسمي على الكومون نيم ما فيش مشكله. خلينا هون نسمي على الايوباك. هلا بده يكون في عندك، انتبهوا، بيجي واحد بيقول لك طب كيف بدي افهم هون؟ نفس التفنيه، في عندك هون امين وفي عندنا ايش؟ افينايدو. بس بدنا ننتبه لشغله هون، قبل ما تسمي بدنا نحط اول شيء شو المجموعات الجفريه. بتبلش بالجفور عشان نخلص من الجفور، بعدين بتحط المعقدات وتفنيتهم. فالجفر في عندي جفرين الان، مين بدي افهم فيه؟ بنرد نرجع مره ثانيه لايش؟ للالفابيتيكال. بدي ابلش بالافينايدو، معناته بدها تكون عندي هاي ميو 2، كانك بتحكي عندك جفر من ان اتش 2. كيف عرفت ان اتش 2 من افينايدو؟ بعدين في عندي جفر ثاني بربط ذرتين كوبالت اللي هو هيدروكسو، انتبهوا حطينا له او لانه هيدروكسايد، بصير هيدروكسو لانه عامل جفر ما بين ذرتين كوبالت. هلا متى ما خلصت منهم باجي ببلش. لاحظ شوف عندك انت هون بتقول لي تترا امين هون، وعندي تترا امين هون وكوبالت، فايش اجى قال لك؟ قال لك تترا مين كوبالت. انتبهوا حط وحده، ليش بحط وحده؟ لانه هو لما قال لك انه في جفر، هاي جفر وهاي جفر، وحط لك تترامين كوبالت. طب هذا الجفر وهاي جفر تترامين كوبالت، وحط عليه بلس 4 طبعا اللي هو شحنة المعقد. ليش ما كملش الاسم تاني؟ بتقول لي لانه هذول عاملات جفر ما بين هذا وما بين ايش؟ واحدة تانية من هاي. طيب اذا بدي استخدم الستوك سيستم نفس الشيء، لاحظوا ما غيرناش ولا شيء، بس انتبهوا هون شو حطينا. تترامين، تترامين كوبالت، وشو حطينا؟ حالة التأكسد للكوبالت. طب كيف عرفت انه حالة التأكسد للكوبالت بلس 3؟ طبعا هون لما تيجي تحكي كل المعقد عليه بلس 4، بس هون عندي ناقص وعندي ناقص، اذا نشيل منهم اثنين، لو حطيت اثنين بصير زائد 6، منهم بده يجي زائد 6، معناته كوبالت 3 كوبالت 3. الان خلينا نحل بعض الامثله على التفنيه. خلينا نشوف مثلا السؤال الأول، name the following coordination compounds. Cobalt H2O equal 50 Br3. انتبهوا هون إنه في عنا 6 جزيئات مي، 6 جزيئات مي والبرومايد كاونتر أنيون. هلا معناته بكون عندك هيكسا أكوا كوبالت، قديش حالة التأكسد للكوبالت؟ 3، لأنه في عندك بي آر ناقص 3 برا، إذا كل المعقد عليه موجب 3، ولأنه المي هو نيوترال ليجند، وبالتالي بيكون عندك معناته التفنية هيكسا أكوا، هيكسا اللي هي 6، أكوا اللي هي الماء، كوبالت، وبين قوسين بنحط حالة التأكسد بالأرقام الرومانية 3 وبرومايد. طيب خلينا نشوف المثال الثاني. لاحظوا هنا إنه عندك الكومبلكس ايون بيحمل شحنه سالبه، وبالتالي هم بدك تنتبه مباشره لما يكون عندك الكومبلكس ايون بشحنه سالبه بتنفوش لفظ 8 على الميتال كومبلكس. فهون دائما بنبلش زي ما قلنا الكاتيون بعدين الانيون. هلا ايش الكاتيون؟ صوديوم. لاحظوا بنحط سبيس دائما ما بين الكاتيون والانيون. هلا ايش بنيجي للكومبلكس ايون هنا؟ تترا كلورو، تترا اللي هي الاربعه،
كلورو قلنا الاولى انه انايونيك انايونيك ليجاند، وبلاتينيت الايت لانه هذا نيجاتيفلي تشارج كومبلكس ايون. بصير في عندك هون صوديوم تتراكلورو بلاتينيت. بيجي واحد بيقول لي ليش ما حطيش مثلا داي صوديوم؟ بتقولي لانه هاي الداي صوديوم الصوديوم تحصيل حاصل، لانه انت لما تحكي تتراكلورو بلاتينيت، وطبعا حاله تاكفل اثنين، البلاتينيت يعني عندك اربع كلوريد، وهنا انت عندك لما يكون عندك موجب تنين يعني كانه هذا كلياته يحمل شحنه سالب تنين، معناته البلاتينم تنين. هلا لما يكون عندك البلاتينم تنين وعندك اربع كلوريد بالسالب، اذا المحصل الكليه دونك سالب اثنين، اذا لازم يكون عندك الصوديوم اثنين. فهي لما تحكي مغنيسيوم كلورايد ما بنحكي مغنيسيوم داي كلورايد، لانه المغنيسيوم اثنين، عشان نعادل شحنه الاثنين لازم يكون عندك اثنين من الكلوريد، وبالتالي بنقول مغنيسيوم كلورايد. هون نفس الشيء بنحكي صوديوم تتراكلورو بلاتينيت. خلينا ناخذ اللي بعده. نفس الشيء هون، هذا انايونيك كومبلكس، بس هون ما تنشوش، بنبلش الفابيتيكال اوردر، يعني الامين بده تيجي في البدايه، بعدين الكلور، بعدين البلاتين، وطبعا ما تنشوش انه الصوديوم بيجي في البدايه. فالان بده تيجي عندك صوديوم هنا امين وحده، وفي عندك تراي كلورو وبلاتين، فبيطلع عندك هنا صوديوم امين تراي كلورو بلاتينيت، ما تنفوش الايت لانه انايون كومبلكس، وحاله التاكفد لإله بتقولي هون هذا موجب واحد، معناته هذا كلياته سالب واحد، عندي ثلاثة سالب معناته لازم تكون موجب اثنين، اذا هاي حاله التاكفد للبلاتين. نفس الشيء هون كي 2 في يو بي ار، برضه هون نفس الشيء، ما تنفوش الايت، معناته بتكون عندك تترا برومو كابريت، بس بدناش ننسى في البدايه بيجي عندنا الصوديوم، وزي ما قلنا هون بنحكيش داي صوديوم لان عفوا بوتاسيوم، ما بنحكي داي بوتاسيوم لانه بتيجي اوتوماتيك، بوتاسيوم تترا برومو كابريت، لانه التترا برومو كابريت هاي كلها تحمل سالب تنين، اذا اوتوماتيكيا لازم يكون عندك بوتاسيوم. انتم دائما شو تعملوا؟ اذا كان عندكم صيغه وكتبتوا الاسم، حاول ترجع من الاسم للصيغه، اذا رجعت معك معناته الاسم اللي انت حاطه بيكون صحيح. اخر مثال اللي هو ترانس، لاحظوا هنا حطينا ترانس، معناته في عندك هنا ممكن يكون عندك اكثر من ايزومر، عشان هيك لازم يظهر هذا ايضا في التسمية. ومناش ننسى هنا انه في عندك الفابيتيكال اوردر، هذا كاونتر انايون بيجي في النهايه مفصول عن الاسم. خلينا نيجي هنا في عندنا امين ايثيلين داي امين اي ايودو اي اكو، معناته الاكو بدها تيجي في البدايه، بعدين الايثيلين داي امين، بعدين الايودو. طيب شو بدنا نحكي معناته؟ بده يجي عندك ترانس اكوا بف ايثيلين داي امين، لانه في عندك اثنين، ايودو كوبالت، قديش حاله التاكسد للكوبالت؟ بتقول لي في عندي سالب اثنين برا، معناته هذا كلياته بده يكون موجب اثنين. طيب موجب اثنين في عندي شيء سالب، بتقول لي في عندي سالب واحد، معناته الكوبالت موجب ثلاثه، عشان هيك لاحظوا الاسم ترانس اكوا اللي هي المي، بف ايثيلين داي امين، لانه في عندك اثنين ايثيلين داي امين، بعدين بيجي الايودو، بعدين كوبالت، وما بين اقواس بنحط حاله التاكسد للكوبالت، بعدين بنحكي بنحط سبيس بنحط نايتريت اللي هو الكاونتر انايون. طيب الان خلينا ننتقل للمثال اللي بعد هيك، اللي هو راح يكون في عندنا البريدجنج كومبلكسز. خلينا ناخذ مثلا هذا المثال. هون في عندك انت مخير بطريقتين، اما بتسوي زي ما عملنا في المثال السابق في الشرح المحاضره، انه هذول كليات بتسميهم بعدين تعطي البريدج، بعدين تسمي هذول الاثنين. هون راح مختلفين الاثنين، اذا راح نضطر ايش نعمل لانهم مختلفين؟ نسمي الاول ونعطي البريدج بعدين نسمي الثاني. يعني لاحظوا شو في عندنا. اول شيء بنتا امين، واحده تنتين ثلاثه اربعه خمسه، خلصنا من الامين. هلا بيجي الكوبالت، وإذا ما كنتش متأكد من الشحنة حط الأقواس وده الشرق منهم شوي، بعدين بنرد نرجع لهم. هاي خلصنا من المعقد الأول. هلا بتقول لي هون في عندي بريدج، إذا معناته ميو 2 هذا إيش هو؟ أمايدو، هاي خلصنا منه. بعدين تترا أمين، واحدة تنتين ثلاثة أربعة، طبعا في عندك لازم يجي الأقوى، متأسف وأنا لازم تيجي الأقوى في البداية، أقوى تترا امين، لا التنتين نفس الشيء اكوا وامين، اذا الامين تيجي في البدايه لانه الاي ام، وهون الاكوا اي كيو، اذا الامين بتيجي في البدايه، اذا تترا امين اكوا
كوبالت افتح قوف وخليك شوي الشحنه خلي لي اياها بعدين، وحط كلورايد. كلورايد لانه كاونتر انيون بيجي في البدايه بعيد عن الاسم شوي، عملنا سبيس يعني. طيب الان بيجي واحد بيقول لي طب كيف بدي احدد الشحن؟ بتيجي بتقول لي في عندي 5 كلوريدات، يعني معناته هذا الكومبلكس ايون بيحمل سالب 5. طب ممتاز، في عندي شيء في سوالب جوا بتقول لي هذا يحمل سالب 1. اذا المعقد المفروض يكون ايش معناته؟ الكوبالت التنتين المفروض يكونوا بما انه كل الليجندات النيوترال باستثناء واحد سالب، والمعقد الكلي بيحمل سالب 5، معناته بتقول لي المفروض انه الكوبالت التنتين موجب 6. اذا هنا بنحط موجب 3 موجب 3. طيب اذا برد عيد هنا بس ما تنفوش، لانه هون ببلش بالاي، ببلش بالاي، الامين بيجي قبل لانه اي بعد الاي بيجي ام، هون بعد الاي بيجي كيو. طيب خلينا ناخذ المثال هذا نفس الاشي هون في ما قلنا، اما بطريقتين. لاحظوا الطريقه هون اللي راح نشتغلها. هون ايش عملنا؟ تترا امين 1 2 3 4، ميو 2 امايدو اللي هي هاي المجموعه، ايضا في عندي بريدج ثاني برضه بنحط كوما ميو 2 سوبر اوكسو، سوبر اوكسو اللي هي الاو 2، بعدين تترامين كوبالت. طبعا هون ما فيش عندي كاونتر انايون، معناته بس انه هون لازم نضيف كلمه ايون، يعني تترامين كوبالت كذا ايش اخر شيء بنكتب كلمه ايون. طيب الان بيجي بقول له كيف عرفت طيب انه موجب 3 موجب 3؟ بقول لك بسيطه، هذا بيحمل سالب 1 وهذا بيحمل سالب 1 والباقيات هذول كلياتهم نيوترال، والمركب عليه موجب 4، معناته كم الاصل بدون السالب والسالب؟ موجب 6. اذا كوبالت 3 كوبالت 3 وهذا كومبلكس ايون. طيب ممتاز. طبعا في طريقه ثانيه هون بقدر اسمي هذا المركب، بقدر اسميه، لاحظوا الطريقه هاي الثانيه بدي اطبقها على هذا المركب. شوفوا هذا المركب كيف هياته، ميو 2 هيدروكسو، هاي في المثال اللي عملناه في شرح في التسميات، وبعدين بنسمي هذول الاثنين لانهم متكافئات حطينا لهم ايش؟ بس بنتامين كروميوم 3 برومايد. واضحة؟ إذا بلشت هون بالدفر، بما أنه هذول الاثنين متكافئات حطيت لهم بس، يعني أعطيت ميو 2 هيدروكسو، بعدين قلت هذول الاثنين متكافئات فحطيت بس بنتامين كروميوم 3 وخلصنا، بعدين برومايد. بيقعد يقول لي كيف عرفت أنه الكروميوم 3 نفس الشيء؟ هذول سالب 5، طب معناته هذا كان موجب 5، بس في عندي واحد سالب إذا موجب 6، إذا الكروميوم موجب 3 موجب 3. إذا يا ريت هذول تردوا تعيدوهم مرة ثانية عشان تتأكدوا من التفنية. طيب الآن خليني بس نذكر ببعض الليجندات، وهذول يا ريت تحفظوهم، هذول شائعين شائعين الاستخدام. مثلا هذا، لاحظوا هذا هو هنا بريدين مع بريدين مرتبطين، هذا نسميه 2 برايم باي بريدين. طبعا أخذت التفنيات أكيد في العضوية، فإحنا راح بنعطي الاسم بنعطي الاختصار، فهذا بنختصره بي بي واي، او في ناس بحطوه بي بي، عفوا بحطوه بي اي بي واي باي باي بيريدين. فاذا 2 برايم باي بيريدين، يعني لو اجاك هذا الرمز او اجاك البي اي بي واي تعرف انه باي دنتيت ليجند من هون ومن هون بيرتبط مع المعدن. عندكم هذا اللي هو ال 1 10 فينانثرولين، 1 10 فينانثرولين بالمفعول بالرمز فين، طبعا هو ايضا باي دنتيت ليجند. طبعا انا حاطه هنا ضمن هذا السكشن لانه احيانا بتحتاج، لانه لو حطيت لك هاي الصيغه بدك تحط التفنيه، بدك تحط هذا الاسم، يعني مثلا حطيت لك بي 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 واي مع المعقد بدك تكتب لي مثلا 2 برايم باي بيريدين، لو حطينا لك فين بدك تكتب 1 10 فينانثرولين. هذا تير بيريدين، على فكره هذا تير بيريدين اللي هو 3 مجموعات بيريدين مرتبطات مع بعض، بيعطوه الرمز تير بي، بيرتبط مع المعدن من خلال 3 نيتروجينات. فإن هذا المشهور اللي هو الإيثيلين داي أمين، هاي الإيثيلين في 2 في في، وهي الأمين وهي الأمين، إذا إيثيلين داي أمين فبرمزوله بالرمز إي أن. لاحظوا نفس هاد داي أمين لكنه بدل إيثيلين تحطين هنا بروبيلين، 1 2 3، فبروبيلين داي أمين برمزوله بالرمز بي أم. طيب هون هذا داي إيثيلين، ليش داي إيثيلين؟ لأنه عندك هنا إيثيلين جروب، إيثيلين جروب، تراي أمين لأنه في عندك 3 مجموعات، إذا داي إيثيلين تراي أمين فبرمزوله بالرمز داي إين. أوكي هاد
طبعا هذا بايدنتيت، هذا بايدنتيت، هذا ترايدنتيت، يعني برتبط مع ثلاث من ثلاث أماكن. هون واحد تنتين ثلاثة أربعة، إذا أربع أمينات فيه هذا تترامين. طيب أكم إيثيلين دائمين؟ هي واحدة تنتين ثلاثة، عشان هيك لاحظوا شو اسمه، تراي إيثيلين تترامين، إيش برمزول بالرمز تراي إين. هون على فكرة هذا زي الأمينات، تخيل أمين عليه ثلاث مجموعات، شو بنسميه؟ مثلا عليه مثلا أمين نيتروجين عليه ثلاثة مثل، بنحكي تراي مثل أمين. هون نفس الإشي، لكن بدل المثل شو حاطين؟ لاحظوا حاطين هاي المجموعة اللي هي هون ايش سموها؟ تراي ايثيلين داي امين، يعني لانه هاي ان في اتش في اتش في اتش 2 في اتش 2 ان اتش، هاي ايثيلين داي امين. طب هاي كمان الان في في ان برضه ايثيلين داي امين، هاي ايثيلين داي امين، فعشان هيك حكى لك تراي، يعني في عندي ثلاث مجموعات ايثيلين داي امين امين مرتبطين على النيتروجين، برمزوا له بالرمز ترين. اوكي طيب الان ندخل شوي على الايزوماريزم، وراح اذكر بس شوي هذا التشارت عشان اورجيكم الايزوماريزم في الكوردينيشن كومباوند، وان شاء الله بعدين بنكمل في المحاضره القادمه، لكن بس ندخل هون اليوم على التشارت. هلا الكوردينيشن كومبلكس زي ما قلنا، زي في عندها بعض التعقيدات، وبالتالي اضطرينا ان نحط نظام تسميه دقيق لهم. الايزوماريزم في لها ايضا اختلافات في هاي النوعيه المركبات، يعني راح تلاحظ في عندك انواع مختلفه من الايزومرز ما كنا نشوفها مثلا زي اللي كنتوا تشوفوها في المثال في الاورجانيك كومباوند. خلينا نيجي نبلش بالايزوماريزم، متى بيظهر عندك هذا الايزوماريزم؟ متى بتعرف انه في عندك ايزوماريزم؟ قال لك اذا في عندك مولكيولز وذ ايدنتيكال فورمولاز، في عندك اكثر من مركب فيهم اكثر عندك نفس الامبيريك نفس الفورمولا لكنهم اكثر من مركب، اذا بتقول لي معناته لازم يكون في عندي ايزومر. اذا اذا ظهر عندك مولكيولز وذ ايدنتيكال فورمولا لهم صيغ متشابهه، معناته بتقول لي الان انا في عندي ايزومر. الان بدك تيجي تحدد شو نوع الايزومر، بنيجي بنسال حالنا السؤال التالي: ار اتومز لينكد تو ذا سيم بارتنر، هل الذرات مرتبطه بنفس الشركاء؟ طبعا هذا الاجابه اما نعم واما لا، طبعا احنا هلا بنحكي نظري بعدين رح نعطي امثله على المركبات. إذا كانت إجابتي بلا، طبعا أنا راح أختار لا عشان أخلص من هذا النوع لأنه بسيط وواضح في الكوردينيشن كومباوند، وهو هذا الجزء يعتبر جديد بالنسبة لكم. إذا إذا كانت لا، بتقول لي يعني معناته لا الذرات ليسوا مرتبطين بنفس الشركاء، نفس الشركاء، بتقول لي معناته أنا الآن في أي نوع من أنواع الأيزومرز؟ بتقول لي أنا معناته في الاستراكشرال أو الكونستيتيوشنال ايزومرز اللي هي التركيبيه، يعني التركيب فيه اختلاف، انتبهوا التركيب فيه اختلاف. وهذا كيف عرفت انه التركيب؟ بتقولي لانه الذرات ليست مرتبطه بنفس الشركاء. اذا ستراكشر او كونستيتيوشنال ايزومرز اللي هي تركيبيه. وفي الكوردينيشن كومباوند هذول ايش الانواع اللي هي اللي قلت لكم جديده عليكم، في عندنا الايونيزيشن لينكج كوردينيشن هايدريت، وهدول طبعا رح نشرحهم ان شاء الله بالتفصيل لما ندخل على الايزوماريزم بالتفصيل. طيب اذا كانت الاجابه نعم لهذا السؤال، يعني نعم الذرات مرتبطه بنفس الشركاء، بتقول لي معناته الاختلاف في الترتيب الفراغي وليس بالتركيب، اذا مش تركيبي الاختلاف وانما ترتيب فراغي، فعشان هيك قال لك معناته انت في اي نوع من انواع الايزومر؟ ستيريو ايزومر، او في ناس بيسموهم كونفجريشنال ايزومر. اذا هاي ايش؟ ترتيبيه او فراغيه. طيب اذا عرفنا انه ستيريو ايزومر، بتقول لي معناته الستيريو ايزومر بنعرف في الاورجانيك ايش انواعهم، معروفه بالستيريو ايزومر شو هم. قال لك الان بتيجي بتسال حالك هل هاي الستيريو ايزومر هم ايدنتيكال للميرور ايمج تبعتهم، يعني كل مرايه هي مشابه للمراية تبعتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، معناته الإجابة إيش؟ إذا كانوا إن إف إيتش أيدنتيكال تو إتس ميرور إيمج، هل هي مشابه نفسها نفس الميرور إيمج، يعني الميرور إيمج نفسها هي نفس، يعني الميرور إيمج هم نفس المركب، يعني بمعنى آخر هم نفس الواحد مش إنه اثنين مختلفين؟ إذا كانت الإجابة بنعم نفس الميرور إيمج identical، اذا معناته في عندنا ايش احنا؟ diastereomorph او geometrical isomorph.
طيب إذا كانت الإجابة بلا، بتقول لي معناته هم إينان شومرف. إذن الميرور إيميجز مش ايدنتيكال لبعضهم البعض، عشان هيك كانوا متذكرين كانوا تاخذوا في الإينان شومرف، قال لك they are mirror images but not non super impossible، يعني ما بتطابقوا على بعض. ليش بتطابقوش على بعض؟ لأنهم مش نفس الواحد، هم ايزومورف فعليا، هم انانشومورف. فإذا كانت الميرور ايمج ايدنتيكال تو ايتش اذر، إذا معناته أنت بتحكي عن دايفتيرومورف أو جيومتريكال ايزومورف، يعني نفس المركب. المراي هو نفسه نفس المراي الثاني، اللي على شمال المراي هو نفسه نفس اللي على اليمين المراي، لو جبتهم الاثنين وحطيتهم على بعض بيطلع عندك نفس المركب. إذا هذول بيكونوا دايفتيرومورف أو جيومتريكال ايزومورف. إذا كانوا ما بتطابقوا على بعض، يعني إنهم مش نفس المركب، مش ايدنتيكال، بيكون معناته أنت بتحكي عن انانشومورف أو بنسميهم اوبتيكال ايزومورف، بنسموهم كايرال. طيب الآن أنا معناته راح أتوقف إن شاء الله عند هذا السلايد، والمحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل بالتفاصيل في هاي الايزومورف.